تحية مسائية طيبة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم اليومي مساء الخير. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نتناول موضوع الاستخدام الصحيح للأدوية والتأثير السلبي لاستخدامها وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالاستخدامات الصحيحة والسلبية للأدوية. وفي هذه الحلقة استضيف لكم للحديث حول الموضوع الدكتور سيدياء محمد والأحمد دواه، وهو دكتور صيدلاني. مرحبا بكم دكتور. لأن أعزائي المشاهدين تتابعون فقرات البرنامج كما عودناكم، فقرة ميكرو المساء وأخبار ثقافية وتعليقاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك حول موضوع الحلقة. وقبل أن أبدأ مع ضيفي في الاستوديو نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. رغم الملاحقات المتكررة لمهرب الأدوية والسعي الدؤوب لتحسين وضعية القطاع الصحي في البلاد، ما تزال سوق الأدوية تعاني من انتشار الأدوية المزورة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويجعلهم غير واثقين من بعض الصيادلة. ويتضح ذلك حسب البعض من خلال التباين بين أسعار بعض الأدوية ومبيعها. فيما يعتقد البعض الآخر أن السياسة الأخيرة التي بدأتها وزارة الصحة من أجل مراقبة الأدوية وإلزام الموردين بالتعامل مع مختبرات دولية معروفة إضافة إلى حفظها بظروف مواتية، ساهمت إلى حد كبير في استعادة بعض الثقة للقطاع الصيدلي. صلوات الليبرالية القطاع الصيدلي ساهمت في تشكل طبقة من الموردين العاملين في هذا القطاع الحساس، وانتشار الصيدليات بشكل كبير دون التزام بعضها بالشروط القانونية والصحية، ما دفع الدولة لتوريد بعض الأدوية للحفاظ على جودتها وحمايتها من التزوير من خلال مؤسسة مخصصة لهذا الغرض. فهل ساهمت هذه الإجراءات في التحسين من جودة الأدوية المستوردة؟ وما هي المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يتحمل الجميع؟ شكرا للزميل عيسى على هذا التقرير. لأن دكتور الكثير من الجهود انبذلت من أجل توفير أدوية فيها المعايير المطلوبة، يقر يبقى اللي ينقالوا معرفة الأدوية ومعرفة مخاطرها وسلبياتها سلبيتها، وهذا يطلب منا على أن نعطوا تعريف بعد كده الدواء مرات. شكرا شكرا جزيلا على الاستضافة. شفت الدواء هو مادة لكن ليست كالغير، هي مادة تأثر على جسم الإنسان، يوصفها طبيب المرض مشخص، شخص طبيب ولا يوصف الدواء لفترة معينة وبجرعات معينة. والدواء طبعا عنده تأثيرات على الجسم، بيقول هو دواء موصول أصلا ياك يقضي على جرعة مسبب مرض في الجسم، معناها على أنه استخدامه تعود تحت وصف إرشاد طبي ولي كونسي اللي لا يتلقى في الفارماسي من طرف الصيدلان. معنى انه ماده ما تنقبض كون وقت محتاجها رقاش وبوصفه طبيه، ما هو لا رقاش حاسب شو الله ياك يقوم هو يقبض اصول انسياتيفا ميديكامون الدواء يقبض هو يعود هو الدواء ما هو لا ينفلو بيهلو المرض لابد من يشخص ويصاب له الدواء المناسب لذاك المرض. مشكلة الأدوية اللي تؤخذ دون وصفات طبية أصبحت محل نقاش بين الاختصاص من حيث فوائدها تفاعلاتها الضارة وملابسات تعاطيها. فم ياسر من الناس يقدم على تناول الكثير من الأدوية دون وصفة طبية، ما هو فهم منه معرض حياته للخطر. عادات ربما درج ياسر من خلق أنها ربما تصادف على أنه تعود نفس الحالة المرضية متكرر له، يقبض لها نفس الدواء ويبرأ. يقير توضيحا لخطورة هذه المسألة شوي هذا، ما هو صالح.
هو 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 ما هو رجاجه عنده نفس الاعراض مع رجاجه اخر معناها عندك هذا شو يقولون السيمبتوم هو مرض يقعد عنده اعراض وعند نفس مرض اخر هذا هو اللي خالش نقول له دياغنوستيك لي دياغنوستيك ديفيرونسييل يعدوا له ميدسان الاساس هو يفرق بين الاعراض هذو يقعد عرض اشتركوا مرضين لكن ما هو نفس المرض معناها عند رجال لا يقبل دواء ما والد يرجع يقول له انا كتب لي الطبيب الدواء وهذا الدواء كنت عندي نفس كانت عندي الحمى وكانت وجعنا رقبتي وقبالك انت نفس الدواء هذا خطا هو رجاش حس باعراض مرض تقيس الطبيب لين يشخص المرض ويوصف له الدواء اللي مناسب لذاك المرض لانه هو هناك امراض عده امراض تشترك نفس الاعراض لكن ما هم نفس الامراض فهمت وعاملهم مسببهم ما واحد فهمت هم 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 فور اكزامبل لانجين هذه خارج لانجين فيرال وخارج لانجين بكتيريا الرقبه هذه فهمت خارج الرقبه اللي سببها الفيروس وخارج الرقبه اللي سببها البكتيريا معناها عن هناك طبيب ولا يشخص لك لا يشخص لك المرض ولا يعطيك الدواء المناسب له جميل جدا من درا الادويه الشائعه للاستخدام كيف داسبيرين او الباراسيتامول هذه اللي ضركات اياها من درا يكانها هي زاد اللي لا بد لها من عود واصل طبيب والله يتحدى بعضها شكرا سؤال وارد شتو خارج شين قالوا لي ميديكامون دي كونسي لي ميديكامون يقبض هما رجاج في لا فارماسي يقدر يقبضهم تحت استشاره صيدلاني دكتور صيدلاني ما هو وانا شفت تقرير صيدلاني صيدلاني ما هو لا ناد من اللي بيع صيدلاني دكتور صيدلاني اقرا الصيدله الصيدله علم ينقرا فهمت معناها على انه يعود سو لي كونسي دان فارماسي هو اللي واصف له هذا قال لي ميديكامون سان زوردونانس في لا فرانس وفي لي بيي تشوفوهم هما عندهم خانه عادة يعدهم ان ايتاجير يكتبوا لي لي ميديكامون سان زوردونانس فيهم الاسبيرين فيهم بليتو لي باراسيتامول لي دوليبران مسكنات الالام خصوصا ها ورك يقدوا ينطاو بدون استشاره طبيه لكن لا كان هذا لي ميديكامون ها ورك الناس ولا جاوا عن المرض الخالق له هذا معناه عنه قالتو يقيس لي ميديسان يخرص له جوستومون يشخصوا الحاله اللي هو فيه انا علينا ننصح دائما المريض على انه يعود عنده اعراض مرضيه انه يقيس الطبيب يشخصه الحاله وبعدين يقبض الدواء المناسب لها الرجاج اللي فارماسي يسول عن الصيدلاني الصيدلاني هو اللي يشرح له لانه لا بد له من حقيقه الفحوص انه لا يقول له وجه شور الطبيب العام الطبيب العام اللي نشوف معاه لا بد له يقدر يوجه له شور اخصائي وهكذا معناها عن الرجال لا يقبض دواء يقيس ان بروفيسيونيل اختصاصي دائما الطبيب استشار صيدلاني والصيدلاني ناكد على المو صيدلاني جميل جدا طيب من درا كان هي اللي بعد عندها اضرار جانبيه وكان كل حد يقدر يعملها الميديكامون سان زوردوناس زين شو الميديكامون سان زوردوناس نقولوا دائما اكثريتهم عندها نقولوا انه شو يقولوا لا مارج توكسيسيتي انه واسع شوي الطيف تقريبا رجعت تناول منه جرعه ولا جرعتين يقعد يقول ما هي تسممها ما هو كبير حتى فور اكزامبل لي باراسيتامول هذا خالق سو دوزاج دو 500 ان غرام لي باراسيتامول ني توكسيك ما هو سام لين ودرجه تناول منه ان دوز د 4 غرام فور 24 اور لي 4 غرام ابارتير د 4 غرام هو اللي نقولوا عنه على التوكسيك نقولوا دائما واسعين مجال التسمم منهم دائما واسع الطيف نوعا ما مقارنة مع الأدوية الأخرى. هذا اللي يقولوا له هون اصطلاحا الشنشان اللي تعود فيها اسم الأحماض اللي زاد هو دراي كانوا كيف الأخرين كانوا يلا أي حد يقبل والله استشار ساب الله قاع هم بصفة عامة كانهم ساب يتمر قاعد يقبلهم. الله يستشار طبيب كانوا الى حس بشيء كانوا قد يقبضهم الله يقدر استشار طبيب والله فلا فارماسي استشار لفارماسي صيدلان سول عن الصيدلاني يستشار اشتوا شنشان كثيرت يقولوها الناس هون لي فيغ اليغان لو لي بران وهذا كامل شمل الباراسيتامول الماده الجيم والماده اللي وصل لها باراسيتامول لكن الباراسيتامول العادي لكن يختلف دوزاجهم بعضهم يعود مع لي باراسيتامول ومع لا فيتامين سي وهم لا فيتامين سي توصل واحد زاد هو شنشان يعني هما دائما لا حقيقه شنشان دائما لا عباره عن
عن مسكنات الالام واللي يخفضوا الحراره اللي يخفض درجه الحراره. ما انا دائما قاع لا لا ما ديكا ما صان زور دناس. على كل حال كي قلت رجاج على كل حال يقبضهم تقريبا ان ارجانس تقريبا قافتو حمى يقبضهم اللي ما ترقب عنه الحمى والله ما يتعافى يغسلوا في السطر ما تجي الطبيب شخصوا يدعوا به الحمى دائما عرض للمرض خافي يدي شخصوا الطبيب يعرفوا شنو يعطي الدواء المناسب. فهم مساله اخرى اللي مرتبطه بهذه القضيه قضيه الفيتامينات او ليميتي فيتامين اللي ياسر من الناس عادي يستخدمهم من دراي كان هم ملوكي كده رجاز يتم دائما يستخدمهم والله كان عندهم طريقه معينه والله كان عندهم فتره محدده يستخدمهم في رجاز في الوقت لا ليميتي فيتامين جنرال ما يقبضهم لا رجاز عنده كارنس فيتامين عنده نقص في الفيتامين يقبضهم خالق لا فيتامين سي هذا يقبضه بعض من الناس يقبضوه لا فاتيك باساجير هذه قاعد يعود حلقه ثانيه يمروا مرحله تعب يحس يحس انه تعبان وعنده ناستيني وعنده جي عظام يقبض لا فيتامين سي الفتره اللي نحس انه ذيك لا فاتيك ذاك التعب ما تخالق يخليها لا ما هناك داعي انه يتم يستعملها دائما الميتي فيتامين ان جنرال يستخدموا للرجاج عنده كارنس ان فيتامين عنده نقص حاد في الفيتامينات نعطوه الفيتامين لفتره ويعدل فحص ويخرص عاد عنده نقص فيتامين خصوصا هما كاع كثيرتهم دائما لا للفير وهاي وخصوصا النساء انت النساء الحوامل دائما عندهم نقص نوكليز لاما للفير لاسيد فوليك وشي كيف شت نوع منهم هون متوفر عاد شيء استخدامه عند الدمية هو السبب قاعد نطرح لك السؤال في في غالبيه الفيتامينات لو اللي عاد يسوي لها كان مثلا الناس اللي تعملهم انا ريث ارواجيز يعملهم دائما دائما عندهم من درى الخطوره اللي ترتب عليه كثره استعمالهم زين دوك اللي لا تكلمت عنهم جنرال ما نوع من الدواء يقبضونهم يقبضوه كفاتح للشهيه جو بونس سيرتو لي زانتي استامينيك بيقولوا عندهم ان فيهم يزيدوا الرغبه في الاكل يقبضوهم يقبضوهم لاحظت بعد على فارماسي ياسر من الناس اللي يجوا يقول لك نريد مردة تفتح الشهية وطلع ديجا عنده نورد عنده أمدي كما يستخدمه يقول لك نستخدمه لاحظت انه يفتح الشهية وصل عنده مكتوب المردة مكتوب الحساسية سرتو خصيصا يقول لك لاحظت انه نستخدمه يعود عنده رغبة أكثر من نوكل معناها انه يعود قابل يوصل في سكوندير هو عنده أنا في سكوندير انه يستيمي لابيتي يعني كمان دير يزيد الرغبه في الاكل ويقبضون هما يقبضوا ذاك لي في سكوندير ياك يزيدوا بالوزن يعني المساله الايجابيه اللي لاحظوا اثناء استخدامهم اللي يقبضوا صحيح هذا ليزرنا كنا يلا نقصوا قدر النقاط غير هذا كون ليزرنا نتخطاهم بصوره صوره نقطه اخرى نعود نرجع للخط قضيه هذه الايجابيات اللي تكتشف في الدواء هذه المساله لهي تسرنا القضية ولهي بعد إيجابيات سلبيات هون رواية يعدلوها العليات يقولوا لها يقع اسمها واحد ويخلع يقولوا لها قنبولة يقبلوا شم اللي يعود فيه أدوية لا تعود فيه مستحضرات خرا الكريمات وشم تخرميز وكلها متكون من اسم المواد الكيماوية الله قاعد يعود قاع منين خلطوا تعود قنبله صح حق وهي قاعد تعود قنبله فعلا من ترى هذه الروايات اختلفوا بعد توجيه لهم هم توضحوا لهم اولا مخاطر التركيب الكيماوي لهي المواد منين تخلع صح ثانيا استخدامها قاع بشكل عام وخطورتها على الجسم مرات صحيح هذا تتكلم عنه صحيح انا شخصيا شفت حالات شفت هذا تتكلم عنه خصيصا شمل كريم شمل بوماد انتي اليرجيك دي كورتيكويد دي دي جليكو كورتيكويد سيرتو يستخدموا ابا سيرتو قاعد الكثير يستخدمونهم ابا دي فيتامين تازون يستخدموا ياسر منهم هو حقيقة موصوف اصلا للحساسية اللي تعود في الجلد يقبضوا هما يلاحظوا عنه نوعا ما يعدل عمل تقشير الجلد يقولوا انه يقولوا انه
يبيض يبيض والله شيء كيف تودوا لاحظوا هم يلفه يصق الجل يصق الجل ولعنه على كل حال وعلى كل حال حقيقة ما هو خطير هم هذا اللي قلت لكم كورتك وي قد يسوسوا الكارما لبيدر يسوسوا بينهم هم يو يكتبوا يكتبوهم ستو إذا ما تلو كتابينهم يكتبوهم المدرسة يكتبوهم الإن بيريود الفترة ولين تا يوقفوهم يوقفوهم بجرعات أقل به اللي جاك ما يطب عليهم مثل هم الصور ده ديبندانس نقدر نقول عنها تقريبا نصهم معناه انه ما يقدر يجي موقف حتى كان يستخدمه ما يقدر يجي موقف هم اللي تخرص من سرعات اللي يكتبوها الاطباء دائما يكتبوها جرعات اولا بتان وفي ريال ميزير دي تان يبداوا ينقصوا مع مرور الوقت ينقصوا له جرعات لكن هون هم اللي يعودوا لاحظوا الافيه عادوا يستخدموا كاع هم ربما مدى الحياه وأطمن ذا قاع كامل لما يخلطوا عليه مركب أخر يقول عود ما هو كومباتيبل مع شيميك ما هو متجانس معه وقد حقيقة يسبب أكثر من الأمراض من ما كان متوقع كارثة حقيقة ما أنا شفت زميلات في برنامج عندنا هون قالوا إنه النسوان هارم معدلات تقرير عن هذه المسألة عندهم تقرير عدلوا عدلت لهم واحدة صنعت قدامهم الآية الرواية اللي يقولونها القنبلة فيه دار عود بعد ما نعرف كان سبع مستحضرات والله ثمانية كلها جاي من جهة صبتهم نادمة كامل في الحاوية هذه في البطة وخلطته وقفل تعديل ولين طشي عاد ماشي ينتفخ تلاقى لا خطر لا حد شافه هذا بالضبط ولا يخلق له للجسم يتنفخ في الجسم ويقشروا وينتخرص على كل حال انا شخصيا شفت كاع منه حالات بعض الاسد النساء يستخدموا وجلوتهم يبقى حمر لا بد لهم الانتيبريلير ولا يقصون درماتولوج يعطيهم كريم والله من رده عود ترجع لهم الجسم الطبيعي ترجع له البشره الطبيعيه حقا نحن دائما ننصحوا الاخوات من يجنبوا بلا خطير جدا وعندهم مخلفات اكثر من الايجابيات حتى وقاعد تم تروغ شوي لين لوالك تطحت لا قدر الله مرض والله شيء حقا ما هو سي با كونسي ننصحوا من الله يخلوا عنهم العاده. جميل جدا لدينا قبل ميكرو حول الموضوع نعود نشوفوا فيها رأى البعض حول قضية الأدوية ونرفع لكم نعود نتكلم عن قضية حفظ الأدوية بدون أنه ما هو جاهز لهنا نقيسوا قضية الاستخدامات الخاطئة للأدوية هو كما قلت في المقدمة الدواء ما تستخدم ما هو بصفة طبية الدواء مادة غير ما كيف غير مادة تأثر على الجسم ومقبولة موصوفة أصلا إياك تداوي الشيء في الجسم استخدام الخاطئ له ما يتواسى معناها أن الرقاش يقول له يقبض الدواء هو الراس على أنه عنده نفس أعراض مع الرقاش قد تشافه يقبض الدواء لك خطأ الدواء بس الطبيعي بدون العنصر على السياسة الله نعود ونرجع لكم إن شاء الله تعالى أن نتابع فقط مفرد المساء ونعود لكم بالنسبة للأدوية اللي موجودة عندنا نحن نحاولوا عنا نوفروا أدوية معروفة لهالشيء مثلا من ناحية المعصدة ولين تجينا مولي نحاولوا عنا نراقبوا عليها ونشرفوا عليها ونديروها في مناخ طبي تقد تم محافظة على نفس الجودة اللي جات بها به اللي نحن هون موريتان مشكلتنا المحافظة والتعامل مع الدواء به اللي الدواء مادة كيماوية وخطيرة إلين اللي تحفظ بطريقة جيدة لا يتم لا بنفس جودتها اللي جات بها ولين اللي تحفظ بطريقة خاسرة لا هي تخسر ولا هي يبطل مفعولها بصفة نهائية بالتالي لين يعود يعملها رقاش ولا يعمل شيء لا يعود ذا السياني والمشكلة قاع ما يفي الدواء مشكلة في الداء اللي لا هي يكتل رقاش به اللي ما استعمل الدواء ضده يعود هو يتم يحقن في الأدوية متخيلونها صالحة وهي ما هي صالحة نحن هون في موريتان مشكلتنا ما هي الجودة في الحقيقة به اللي 99% من الأدوية اللي توصل لهون في البلد أدوية جيدة يقير المشكلة عنا نحن لين تلمس هيدينا ونحكموها وتلاو نبيعوها
تلا التاجر يتخمم يقول انا ما نقدر نخلص كليماتيزر وانا ما نقدر نخلص كره وفكتيره كره حاميه ويحاول عنه يديرها في ظروف خاسره وتخسر تخسر الادويه تجي تجبر صيدليه درجه حرارتها 40 درجه 40 درجه الدواء ما يلا يتخطى 25. بالتالي هذه هي المشكله الحقيقه اللي عندنا نحن. وفعلا في السنوات القليله الماضيه خلقت مراقبه متينه على الادويه وخلق ياسر من تشدد في مجيبتها وفي مراقبتها وفي المحافظه عليها وحتى نعدلت لائحه من لي كريتير مثلا من الروايات اللي لابد تعود متوفره في صيدليه ياك تعود تقد تفتح. نصح الله من اتقى الله سبحانه وتعالى ولا يبيعوا الناس في ضرب المسلمين، عن ضرب المسلمين ما يتواصل، شركوا بالله وضرب الناس. وبالنسبه لي انا ما نعرف ان شيء من عندهم ادويه يقولوا لي الشواعر انه دواء فرنسي وعنه حر وشيء هوين انه ضده ما عنده فيش ما عنده فيه اكثر من بسم الله. الدواء هنا في موريتانيا يختلف، ما في شيء مزور وبنفس العنوان تشريه ولا تياه من عند صيدليه ب 700، تقيس واحد اخر تقول له ب 3500، تقوم انت تقول هي صيدليه قماره، تقول لي ما قماره يعود عند ذا مصور وعند ذا كوار، هذا الفرق بعد بين الدواء اصلي وخالق اللي يعود مزورته مزور يقصى يطلق عليه كل شيء، الدواء يختلف بعد بالنسبه لي انا بعد دائما نشري هنا الدواء فيه يمشي ما شاء الله رائع مفروض يجين على المريض اللي داو يمشي صاقع يعود لا تشريه تمشي بيته تشريه وهو هو يعود خامر. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اعود اليكم دكتور. دكتور الجماعه كانوا يتكلموا مارك الاستاذه الاولى تكلمت قالت اللي قالت فعلا واقعي ان 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 الادويه لما تنحفظ ما هي لا هي ما لا تعد بنفس الجوده من درا شنو هي اهم الامور اللي يلا تعدل اياك ينحفظ بها الدواء سواء في الصيدليه سواء منين يفوت يشتريها رقاج ويقيس به البيت. زين شت هو لابروفيزيون ما الدواء عده مراحل. الدواء يجي للصيدليه من الموزع يجلس الصيدليه ويجلس المستودعات الصيدلانيه. الصيدليه لا بروفيزيون ما راه تعود عن طريق الموزع راه تعود جاي في طريق صالحه جاي محفوظ. ويجي للصيدليه راه تزاد يرى الظروف المعروفه لحفظ الدواء. وهذه الظروف يعرفها الصيدلي كامل. الدواء ما هو واحد. خا يقول من الدويه لا تجيب له كليماتيزير وتخلي عليه فانت سينك. خا يقول من الدويه لا بد له من 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 ريفريجيراتير يجي له درجه حراره معينه يحفظه. لانه ما هو يبدا له البرود فهمت وليزانسولين وكلكي سيبوزيتوار لا ما هنالك معظم الادويه لا بد له من درجه حراره معروفه. الحفظ الدواء نوع ما محفوظ حفظ جيد تقول رقاه انه الا ما هو خالق به حقيقه البرنسيب اكتيف المواد الفعاله في الدواء تقد هي تالتري تخسر من نفسها تعود مات عندها وكان في تعود لا كوما ميديكومون بلاسيبو يقولوا ميديكومون مجور تو هكذا ما عنده اي فاعليه هذاك يجرنا الحفظ السليم قضيه لي كونديسيون حقيقه كيف ظروفنا كيف تذكرون هناك في المجال خلقوا خطوات ايجابيه فيه قضيه لكن لابد من المتابعه فيه ما ما في بانك تعدل هذا لكن هناك لا تعودهم متابعه استمراريه في هذا ومراقبه وتحمل المسؤوليه المسؤولين عن هذا القطاع ما لقاش فارماسي مسؤول عنها الدواء يعرف له شيء يعرف انه هذا امانه عنده ولا صرفها يكون دواء سليم الدواء ما هو سليم ما بالته يعود عنده علاقه به الدواء اللي جاي لا فارماسي تعرف مصدره تعرف البروسيس كامل هو على كل حال برك الحمد لله اصبحت الامور اكثر شفافيه احنا ديك الساعه كنا نراعوا في ياسر من الامور هون الحمد لله ما تو الدواء كان ترى في الشارع الحمد لله الحمد لله برك ما ذاك عاد 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 برك تقد تقص الدواء عندك ليلو تقد تقصه به تقد تقصه به ليل من جاي المصنع الجاي منه تعرف الطريقه اللي جاي بها على كل حال ايجابي لكن لابد من
ناكدوا على الامور اللي تنزاد فيها. قضيت رجع شد وقع وشخص من لا فارماسي افترض انه ظهور جيده وقبلوا قاس في الدار. هم زاد الظروف صارت يحضنهم في الدار. باغ اكزومبل لي سيرو لي زانتيبيوتيك سورتو نفتح واحد منهم من الافضل نعود لا داروا في الجدار من تحت عودهم درجه حراره رايحه ولي سيبوزيتوار ولي زانسولين كاع رجال كامل اللي يستخدم لي زانسولين لابد من نعود عند بلاد دايرهم فيها ودو اللي باقي كاع في الدار اللي باقي منه زاد يعني هناك طريق حفرة تعود بعد على الاقل ما هو زاد في متناول ساكن المنزل خصوصا الاطفال بيهلو يقدوا يقبوه زادهم يشربوا اللي بقى من الدواء جنرال ما مستخدم غالتو مكب والله يرتد للصيدلاني هو بصيف وردوا الاندريكسيون هون مسؤول عنه يقبضوه يحرقوه وانا نصح ان الدول باقي احكام يتعدل وبعد قاعده دميه لكن اللي هي قبضه يتم 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 متلاعق في الدار لين يعقب يعطي ياسر من الزمن يكبوه في البلديه الله يكبوه ذاك ما صالح ذاك ما يتواصل نهائيا اطلاقا الدواء الباقي منه يقد يتعرض للرقاج ويقبضوه تريكه أنا عنده الباقي منه والترقاج يتخلص منه بصفة معروفة اللي قد منه تقريبا يكبوه في ليزيفونس والله هذا بس والله يردوا للصيدلاني قد الصيدلاني يتوكل به ويحرقوا يردوا بعض لهم جهات معنية بالقضية الأستاذ ثاني يتكلم عن قضية الجودة الفرق بين أنك تسبر دواء قال انك تجبر دوهون بسعر معين وداه بسعر او عار منه من درى المساله كي كانها مربوطه بجوده الادويه والله كان قد يجبر دو جودته مثلا متوفرة فيه معايير الجوده وقد يعود ما هو والله لا بد من يعود واعي ياك يعود جودته عاليه لا فرصه ما لا بدا ما هو يمون معايير للاسف هو 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 حقيقه الدو كوم سيكس باس بارتو دان الموند عنده سعر معروف موريتان بدات في مرحله لكن للاسف لاحظ انه من التالي ماتت عنده سعر استيراد عند هناك مرج للموزع هناك مرج للفارماسيان صيدلاني عنده من مرج يعرفه على 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 الدواء وعلى الدواء هم بعض 5% هم 10 هم المارج بعض معروف موحد على اساسه سعر الادويه قضيت عن الدواء واعر فرصه ما انه دواء 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 جيد او على كل حال دواء واعر دائما دواء جيد غير سبا فرصه ما هذا ما نقدر نقول لك على انه دواء ترى عن جينيريك لجينيريك ادويه زهني جينيريك ستا ميديكامون نفس الدواء الاصلي يقولوا له ميديكامون برينسيبس دواء برينسيب هو اصلا الدواء الاول وصلنا وعطى مده زمنيه كوميرسياليزي فيها ولين لين وفاتيك المده ديك البريفي طاحت عاد المصانع الاخرين يصنعوا وبتكلفه اقل من هم عندهم الريست جاهزه عندهم رخصه عندهم كاع حتى انه ما زبدوا بحث ولا زبدوا شيء عاد ولا يعدوا طبعا بهون من الاخر معناها على انه ما هو ما هو ما هو فرصه ما يعود 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 هذا يعود مزور يعود مزور لما عنده هو مزور دو مزور ما يخفى هو قاعد دواء على كل حال ما راه تعود مزور بار برينسيب ما تواسى كاع مراد ما حرام ما تواسى هذا يجرنا الحديث عن قضيه بعد كاع ثقافه المستهلك من راسه للدواء المريض من جدي يشري دواء شي الله يعدل اياك يتاكد على انه الدواء القابض انه سليم شفت على كل حال هي سيت اون كيستيون دو كونفيونس لي فارماسيان يعرف مصادر دواء كثير يعرف مقابل عند موزعين معروفين وهو اتيك ما هو مورال ما قاس من قبل ما يقبل شهادته على انه ما هو لا يبيع ما هو شي صالح وانه لا يخدم الناس معناها انه ما هو لا يعود قطعا معدل الكلام ذاك يبيع شي دواء حقيقه ما ونزيدك على ذلك الدواء اللي تشري اللي انت قبل من لابوات شفت لي كارتير هذا لي شو يقولها السيخه هذا يقول هنا السيخه لاكيت ايه عليها انيميرو وعليها اندات مطبوع وسطها فهمت وفي انيميرو دو لو وني تخرف البكاط اللي مكتوب البكاط اللي فيه الدواء ولي بلاكيت اللي ترى لا مملو ترى شنو الدواء ما يدور كاع وسط البكاط غير ني تخرف لا ريفرنس اللي ترى لا مملو
ولا ميم لي ميم عليه على لابلاك وعلى لي ميديكامون. انا اللي قاعد تبغي تعرف حقيقته تدخل الانترنت ودير ذاك الرقم عندك يطلع لك. شفت على كل حال ما نقول لك شاع على كل حال الموضوع هو سبار برينسيب دو المزور مالته وتخلق هذا هو ننطلقوا نحن منه فهمت. و و و و و و سيت اون كيستيون ديتيك دو موراليتي. معنى هون هذا اللي صار القضيه اخرى دكتور على ودي قد تعود هي السبب في على الناس يقول لك ان الدواء ما يزيد. بعض الاشخاص دائما منين تنعطى الوصفه الطبيه يعمل الدواء نهارين مثلا ينعطى له قالوا هذا عمله مده اسبوع يعمل مده نهارين والله ثلاثه يحس على انه عاد لاباس يخلي عنه الدواء. زين سؤال وجيه وارد حقيقه صحيح هي لسه يعدلوا ناس من الناس يقبل خصوصا المضادات الحيويه وصفهم الطبيب يقول لهم يقبل مده 8 ايام والله 10 ايام والله سنين والله 6 شهور المهم المده اللي وصفوا فيها الطبيب يقبل هو وبود دي جور والله يقول لك انا تعافيت لا نخلي عن الدواء سافي با طالتك تكمل التريتمون به لان فوا توقف الدواء ما تلحقت الفتره اللي وصفها فيها الطبيب تقد حقيقه توقف عنك لا مرادي غير ترجع لك بصيفه متم ما كانت عليه وعود لين تقيس الطبيب لابد من يوصف لك دواء خرم تم اللي كان عندك انت كنت قاعد عملت في الفتره اللي موصوفه لك كنت قاعد على كل حال تعافيت من المرض تمشي وتوقفه تقول انك تعافيت وتخلي عنك وتعود لا بد لك منك تقبل دواء تم منه بيلحق تنجر ثم تعود تكسب مناعه ضد ذاك الدواء اللي عملته ما يستغرق منه الجرعه الكافيه اللي تقضي عليه يقولوا دوسها لا دوسها وريفولتا ضده عاد تقد تقاوم وهذا حقا ما يتواسى ومدة العلاج لا يكمل هذا قال. من درى الدواء دواء نزلات البعض هذا اللي يقولوا له النازل وبقاشوش يقولوا له وحدين المرتفع مثلا حسب تسميات الناس من درى كان هو زاد فيه ادويه ما تحتاج لاوردوناس والله لا بد له منها. على كل حال اللي قلت لا غريب جينيرال ما هم دي ميديكامون يقبوهم الناس على كل حال قد عود هم دي زورونا سانز دي ميديكامون سانز اوردوناس يقبوا الحالات غير هي لا غريب جينيرال ما هي تعود زاد هي سوزانتاندي تعود عندها ان خافي شيء تعود لا يستلزم استشاره تعود اعراض وتستلزم اشاره طبيه بلا حقيقه تعود خافي من الدخره تقيس الطبيب اللي يشخصوا له يعرف له دول اللي راتو يقبل ذاك تمام. هذا بالنسبة للقاشوش. بالنسبة للقاشوش ولا غريب وياسم الامور خلقوا خصوصا في الفترات اللي خلقوا شوي برودة. ندرى استعمال الدواء كانوا كل نوع من الادوية عنده يجي حد يعمل معاه اي 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 وجبة غذائية والله كان فم نوع منهم ما يلا يعمل معاه. ما هو شكل ما هو مواد غذائيه معينه. كيسيون جي بعض من الادويه ما تستخدم مع شراب والله وكل في وقت محدد صحيح. وبعض منهم ما تقبل وسط الطعام، وبعض منهم ما تقبل قبله، وبعض منهم ما تقبل وراه. هناك طبعا الادويه خصوصا المضادات هذه مضاد الالتهابات خصوصا نصهم وسط الطعام بينهم يريدوا في الاستماع، يقدوا هي في المجبنه. لان يقبلهم رجع خاوي. يحرق له مجبنته فهمت جنرال ماه دائما اللي يتخرص لي باسان دائما يكون سيد الطبيب اللي يقبلهم وسط الطعام ويعطيهم معاهم دائما دواء اخر يقبلهم في الليل ياك ما دواء اللي ما يجبنه خصوصا وخالق نوع من الادويه يقول انه ما يشرب مع اتاي به اللي سيرتو لفير ما ينقبل مع اتاي يخسر يقول انه ما ينقبل معاه في نفس الوقت انا عن بيان انتانديهم بعد الادويه ينقبل مع الطعام وشي مرات ينقبل معاه واللبن طبعا يمشي ما يقبل معه. في شيء ما يقبل مع اللبن. جميل جدا. طيب شنو هي ابرز الاخطاء الناجمه عن اساءة استعمال الادويه؟ للاسف ياسر استخدام الخاطئ للادويه يجرى لقاج ياسر من الامور. خصوصا يبدا يستخدم شي من الادويه المضادات الحيويه استخدموا الفترات عودوا المضادات الحيويه متى ولا ينفعوا على سبيل المثال يقبضهم بلو مضاد حيوي عنده انسبكتور دي باكتيري جايسون فهمت يقبض هو يقدر يقبض
جرت هما ما عندها مفعول عليها وتم هما اللي ينقضوا وما مزش يدي جرت هما الدواء ما عنده مفعول عليها تم هما لا يسقط الدواء وتم جرت هما لا تتكاثر فيه وتمتان هنا لأنه استخدام خاطئ للأدوية موجود وأنا دائما ننصح عن الدواء ما ينقضى تلقائيا الدواء ينقضوا ورقاش دائما فتشخص المرض وأراد المرض شنو الله شنو يقبل الدواء الدوية ما هو واحد الدوية ما هو واحد هذا الدواء يبدو يقول مضاد حيوي غير مضاد حيوي يقول لك ها مضاد تو مضاد يجيك واحد يقول لك اعطيني مضاد 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 حيوي لي زانتيبيوتيك يرسم لي فاميل كلهم عنده شي كيسو هو يبدو يقول لك لا مضاد تو على ركوة لا بد من دواء محدد وعود يقيس له المرض اللي فيه يمشي يقبض تلقائيا للاسف دواء ويتم لا يقبض ما هو لا ينفع يقول له ما هو الدواء اللي بعد يقبض بعض من الاستخدامات اللي حقيقة وزيد على ذلك يعني الهم يقدروا يسبوا لقاع ياسم من الأمراض ميديكوماها مقبولين سان كونسي سان زوردوناس خطيرين اللي لقى ما يعرف اللي تقابل شنو فهم قضية أخرى الأدوية استخدامها فيها نوع ربما يقدر يعود تأثيره قاتل لو استخدم استخدام ما هو ولي الله من درى شنو هي الطريقة اللي هي تقد تنفع المواطن فعلا انه يحاول هو انه يثقف راسه بعد كاع هو ثقافة صحية لين يعود عاد متفاصلين الويدي في هذه المسألة يعود ما ترى محتاج كاع يعود أي رواية عدلها على ضوء سليم. هذا لا يجرني أن نقول لك عن الدواء قبل ما يقبل المواطن يعرف يعرف عن الدواء انه ما هو غذاء الدواء وما قبل مردة معينة ورقاه ما يحتاج الدواء ما عرفت يقبل رقاه يحتاج الدواء لا يجلس الطبيب يقول انت تحتاج الدواء وقبله ولا يجي للصيدلي يرى الصيدلاني لا يعطيه الدواء ولا يعطيه ارشادات لضالته جرعات الكاتب والطبيب ضالته يعملهم به والفترة المحددة اللي ضالته يعمل هذا الدواء مكتوب لك بجرعة كذاش والمدة الفلانية معناه انك الدواء عطاك تقبل بهذه الطريقة ولا تقبل في الوقت الفلاني وقدروا يسوي لك صيدلاني تلقائي يقول انت عندك دواء اخر تحمله من خايف شين قالوا تداخلات الدوائية شين قالوا لازم تاخذ كسيو ميديكامنتيز يلعب دوره بالخارج شو من الأدوية ما عطي دواء بعض من الأدوية عندهم تداخلات جانبية الدواء يقدر يثبط الدواء الأخرى والله يزيد تركيزه في الدم والله يعدل فهمت أنا جينرال ما يجيك أن باسيان في لا فارماسي ويقبل دواء تسوي له دواء أنت عندك دواء آخر تعمله دائما ياك تعرف لعله يعود عنده دواء آخر هو يقعد هو نسى ما قال للطبيب قاعد دواء اللي عمله سؤال أنا ما قاطع انطرح فيا قطع للأسف معناها أن بعد أن نغتنم الفرصة ونقول أي رجاج لهي شيء يقبض دواء من عند فارماسي إلى عادي دور دواء راسه والله دور رجاج وخلي عاد عنده دواء هم يعملوا حساسهم بس طول ما لدي كرونيك حق بعض هو 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 بعض من الأحيان دائما شيء الناس يقول عنده نور ناس قلت عندك تقول يقول هم يقول وقلت هالطبيب يقول ما نسيت ما قلت يجرني لأن يقول له شفت الدواء اللي يقصد لك الطبيب ما يقدر يمشي بار اكزامبل مع الاخر قلت للطبيب لا يعود يبدل لك بدواء اخر فهمت يقول انا نسيت ما قلت للطبيب معناها عن هذا الموضوع قضيه التداخلات الدوائيه خارج بعض من الدواء ما يقدر يمشي مع بعض فهمت بيلو يؤثر عليه ما يخليه مفعول يخلق والله يزيد تركيزه في الدم والله يعدل له دي رياكسيون ميتابوليك في جسم الجسم ما فهمت انا علمه هم تداخلات بعض الادويه والترجع لا يقبل الدواء جنرال ما سيرتو الناس اللي عندهم الامراض المزمنه يقولوا هذا الطبيب اللي جاي يقولوا انا العمل دول فلاني فهمت ولا على اساس هو يخرص لك اللي مناسب لوالدته يقبل نرى كان فهم بعض الأدوية ما يلا قاع الشخص يعمله مثلا والله كان الإنسان خلق مسألة هون قلت ما يساعد الناس قضية أن الرجاج يعدل فحص دم لين يعرف المواد اللي فيه منها حساسية عود يتم عاقبه لزمن يتفادى سؤال وجهي جدا صحيح خالق بعض من الأدوية شو الناس عندهم منها حساسية مضادات الحيوية اللي بيتها لاكتامين خالق شو الناس
يعدلوا دائما تيست قبل ما يعطوك المضاد الحيوي. جنرال ما يعدلوا ذاك التيست، خصوصا الناس اللي دائما يشوفوا بريزانت ولا يقول لك عندهم وجع رقبه والله شو يكتب لهم الاموكسيسيلين والله شيء. هاي بعض من الناس عنده حساسيه منه. انا جنرال ما هم عن تيست يعدوا دائما الاطباء بعض من الناس يخرصوا لعل يعودهم حساسيه من الدواء يعودوا بدو من بدو اخر عنده نفس مفعول من الدواء للمرض اللي حاس به المريض اللي جاي للطبيب. يخلق يعدل طبعا بعض من الادويه. اللي قاعد المساله مولي تقد تعود محقة عن وصف الحاله المرضيه للمريض، الطريقه اللي يوصل بها الطبيب للي حاس به تعود مولي فيها شيء ما الناس ما هي واحد فيها. احد يعود ما يعرف باسم الحيله يعبر عن الحاس به. ما توصل الفكره واضحه للطبيب والله يفهمها فهم ما هو صالح يكتب له دواء قد يعود ما هو كومباتيبل حتى لا مالادي. ثم مساله اخرى يا الله رسول الله، هي القضيه اللي قلت صحيحه، قضيه عن شخص قد ما يوصف والله يعطي حقيقة الأعراض اللي يرى الطبيب تخرج غير الطبيب بدور يقدر لا يعرفه هو وعنده شيء له عنده هو عنده فحص له بروسيديول هو لا يخرص بعضه لا يكتب له فحوصات فهمت ما ولا يقد انخير هذه الفحوصات وهذا يدياجنوستيك هو إلى مالادي الناس قال طبعا ما هو واحد في توصيل المعلومة وفي الشرح الأعراض. لكن على كل حال إذا ما هو عذر الطبيب طيب دور لا يعرف المرض مين عنده هو ادواته الخاصه اللي قد يكتشف بهم المرض. جميل جدا. نظرة شنو هي اخطر انواع الادويه اللي يلا الناس اللي منها يكتب له منها شيء يلا يتحفظ منه ويرسبك يحترم ذاك اللي قالوا فيه الطبيب ويرعمه اللي من يعمله مره اخرى والله يوصل لرقاه. على كل حال الدواء كامل خطير. انا ما نقول لك عن الدواء كامل خطأ، الدواء ما ينقبل يسوى اللي منه مارسو هو حقيقة ما واحد، هم شيء يقدر يقبل منه القش ولا يسمم، هم شيء لأن تقبل منه كومبريم واحد ولا نص كومبريم يتسمم، ما واحد، فهمت؟ لكن الدواء كامل أنا نقول له خطأ، ما لقاش ما والته يقبل ما هو يعرف لا دوز لا تقبل منه، يبريسيزيرو بيان لو ميديسان لا دوز لا تقبل، ولين يجوني هو دا لا فارماسي يسوى لا فارماسيان عن لا دوز الكاتب ولا ميديسين ويأكد عليه. بين لما تسان قاع يصرف كلمة تسان قاع يقد زاد هو يغلط يكتب له يندوز والله شيء دائما يجي يأكد على فارماسي يقول له خلاص لا دوز والكاتب ولا ميديسين كاتب لي قد كم كاتب لي ميديسين نقرا عن كومبريمي عن سيد كم فهمت تأكد معاه ما تمشي من لا فارماسي لا تأخذ الى باسيان المريض لا تأخذ من لا فارماسي ما انك فاهم الدواء قبل ما تأخذ سوى الصيدلاني يقول له الدواء اللي هو نقبض منه كم واذا نقبض منه كم لا توخر ما تقبض في المعلومات اللازمه لدرجتك تقبض والفتره مده العلاج لدرجتك تقبض لها الدواء واللي توفى الفتره وقف عنك الدواء. من درى انتم كصيدلان شنو هي ابرز ملاحظاتكم في المجال في معاملاتكم اليوميه اللي تشوفوا سلوك الناس؟ للاسف وسام في مال المواطن توعيته الصحيه ما يعرف دور اللي فارماسيان قاع هون في الوطن بصفه عامه. اسمح لي نقول لكم هو معروف دور الصيدلاني في المنظومه الصحيه هون ما هو قاع معروف. والصيدلاني هو الخبير في الدواء. صيدلاني قرا الدواء اللي وسطه وذا اللي صنع به وذا هو سا سبيسياليتي هو ما هو ام ديسا هو قرا على لي ميديكامون هو يلا يعود. انا كنت نسولك قريت شوي عن قضيه الصيدلاني هذا على خارج نوع من الوصفات يكتبوها الاطباء يحضره هو فهم بعد كاع مرات ذاك هذاك شنو قال لك بريباراسيون ماجسترال ذاك نوع ذاك موضوع اخر ذاك 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 بعد ما يدخل في ذاك دور الصيدلاني هو الصيدلاني دوره فيه صناعي وخارج صيدلاني صناعي صنعوا نيفو كاع كثير الصيادله كلهم عنده ستاج في اندستري اللي تخرج كثير معدل ستاج مصنع للدواء
خارج شي كيف قلت لا بريباراسيون فيسنالي غير حقتنا كاع ما تاتيا سلبيين للدور. لهين قشو فاصل نرحب ان شاء الله على الصيدلاني نتكلم عنه. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل معكم ثلاثة سعيد. جدو الغوز صح ما جدو الغوز قال حياكم الله جميعا وشكرا على اختيار الموضوع الذي يمس حياة المواطن فالأدوية لا تخضع لرقابة صحيحة فلا تجد بيتا إلا وبه مريض بسبب الأدوية المزورة القاتلة أحيانا فهي ما منتهية الصلاحية أو لا تخضع للمعايير الصحية. شنو تعليقكم على كل حال جدو؟ شكرا جزيلا. على كل حال ما نكر قدعود هماتي طبعا قدعود لا من استخدام الخاطئ الأدوية المريض لا تخلى البوث لا تخلى من مريض بسبب الأدوية. لكل حال نحن قضيت قال الأدوية المزورة شفت بار برينسيب أنا قلت لك عن الأدوية المزورة ما تعود خالقة لا نقدم ولا تعود هما أن تراجي ترانسبارون تقد تقص به الدواء كي قلت لك الرجال ما تعود دخل صون أوفيسين دو فارماسي ما هو أن ميديكامون يعرف مصدره دو جايني نقد نقصوا تعود نعرف منين جاي فهمت. إذا كان بعد هناك إذا كان الشخص مهني ومنه المهنة وعنده لا جون لا جونتولوجي قال له خالق جونتولوجي رجع ما تسمح له أخلاقيات وبياس من الأمور. وقع في مسألة بسيطة قاع حال الذي الرواية رجع برضه معين يمشي يشكي من ولاد الوالد واسيه لا ثبت أن الدواء صحيح مزور عندك المختبر هون عندك مختبر مراقبة جوت يرفد يمشي به الصور وتروح الدواء يفعل جميل جدا. المولود والمبارك قال السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله تحية طيبة لكم زملائي مقدمي برنامج مساء الخير. أولا قبل الدخول في الموضوع اسمحوا لي أن أهنئ أمي الحبيبة وجميع الأمهات عيد الأم وعيد سعيد كل الأمهات بألف خير إن شاء الله الله يحفظ أماتنا وأماتكم وأمات المسلمين إن شاء الله. عيد الأم بعد رواك ما هو عيدنا عيادة الإسلامية. وفيما يخص أيام الأم يا الله يعود عيد كاملين حد عطيه مولانا والدته ما زالت سالمة يا الله كل نهار من عمره حتى والده يا الله كل نهار من نهاراتهم يعود العيد بلي لا يفطن على أنه عيد الله لينفوت يعود ما تلاو معه لينفوت يمشي عنه طول هبين أبوماتكم إن شاء الله ما ترى المسلمين. فيما يخص الموضوع قال شاكركم على اختيار الموضوع المهم الحساس صيدليات وما أدريك ما صيدليات هو يبان هنا مالي مولانا نلقيس الصيدليات وهذا مهم اللي معنا بعد انتم كصيدلي متخصص الحمد لله تعودوا تجاوبوا. قال في موريتانيا أصبحوا للأسف قال عنهم لكن في محلات كيرباتي قبل بعراسي قال لهم طالبين من السلطات أنها تمتن الرقابة على الصيدليات وعلى الأدوية اللي تنباع فيها. من درى شو تقولوا المولود؟ قال عن معدل كيوت الباتيك هذا موضوع صحيح للأسف. على كل حال هو خالق الصيدليات وخالق المستدعات الصيدليات الموضوع قاعد ما نختار حلقة نخوض فيه موضوع شائك ومعقد وفي ياسر من الحساسيات وياسر من الوضع. على كل حال خارج الصيدليات وخارجين المستودعات الصيدلانية هو لا مفهوم الصيدلية تنقال صيدلية ملاها المالك دكتور صيدلان هذه هي الصيدلية. قضية المستودعات وقضية أمور أخرى ما نقدر نخوض بين هذا كان مرد كانت على كل حال مرت بعد شفت على كل حال ما موضوع على كل حال بعض الصيدليات الآن الحمد لله ترك صيدلية ما تراها ما هو صيدلان قانون صريح هو اللي يطبق القانون لا يصلح لكامل هو القانون موجود في طنط هو قانون الدواء قانون كان موجود هو السيفي دا بالكلام هو إن فوالا لوا إتابلك ما تات لا يشوف ما هو الدواء جديد يشوفه لا لدى صالح لا لوا موجود لكن الوا غالتو يطبق الصيدلية بار برينسيب غالتو عود فيه الدواء والدواء تنقال لا الدواء صالح الأخر ما ينقال الدواء الأخر ينقال السم ينقال السموم همت وبار برينسيب أنا إنفارماسي نقول لا إنفارماسي لا ويليا لميديكما سيرتيفي ميديكامان سيرتيفيه معناها ميديكامان دواء معروف من منين جاي ومعروف مصدره.
هو على كل حال بارك الحمد لله الادويه كثرتها عاد رجع يعرف طريقها فهمت عاد ياسر انه يقد ينقص على كل حال طريقه فهمت وهذا حقيقة نقدر نقول انه لا ايجابي لكن اذا سبقوا دا الشوز عفوا اذا ياسر مش شافنا عاد فعلا ادركنا الوقت الى عاد فهم نصيحة حول موضوعنا الرئيسي شكرا جزيلا على كل حال ننصح المواطنين بصفة عامة أن الدواء إنه مادة ما هي غذاء ولا والد ترجع يقبلها ما هو وصفة طبية عن طبيب ولا والد يصرفها ما هو صيدلاني تجيه ولا تأخذ من عنده ما أنك بتربط الإرشادات اللي قال لك طريقة استخدامك للدواء ويعد تنسيت شي ما قلته للطبيب يعد تنسيت شي ما قلته للطبيب فلذلك تأكده على الصيدلاني يعد عندك دواء تعمله والله الدواء مكتوب لك قال لك شي من المالادي كرونيك رجع عنده عود ودائما عمله مدى الحياه قال تولين جلا فارماسي عود ما قال الطبيب يقول للصيدلاني انا عندي دواء الفلاني نعمله اسكو اذا يقد نعمله مع هذا والله يعتانش سوى بلي جن قبل اسكو قال تي وبدا والله غاتين اسباسي لبريس بيلو على كل حال قال لك شي قال له البينيفيس للريسك قال لك رجع دواء ما يحمله غير لابد من يقبل فهمت يتخرص الادلاء بدلو وتعطيه لكنك تخرص طريقه اسباس لي بين البريز ياك يعود يقد يقبض الدواء فهمت على كل حال الدواء ما يقبض ورقاش تلقائيا يقبض بوصفه طبيه ويتبع ارشادات الصيدلاني اذا قاع معناك تقبض الدواء ماشي مكتوب فيه وقاع يصير فينك تقرا قاع الدواء مكتوب لك وعدل من قال لك الدواء مكتوب لك فيه انك تمشي على وصفه الطبيب وتسمع لكونسيل الفارماسيين صاروا هنا لا نوتيس مالي تم تخرص لا نوتيس طبعا ياك الى عاد في مضاعفات والله مضاعفات عندك دواء هو يكتب لك على كل حال عرض كامل اللي قد عدلهم لك دواء يقول لك رينا الدورين عاد لك ريبسيون كيتانيا والله شيء والله توقف فهمت عاد لا يدير لك حكه والله سلاح انه فخج لك شوي والله يقول لك خاطرك توقف معناك خاطرك توقف فهمت انا نلقاه على كل حال عنده ثقافه قد يقرا لي نوتيس تم اللي يقراهم تواسع ما تخسرش جميل جدا اذا شكرا جزيلا دكتور سيدية على رحاب الصدر شكرا على وقتكم شرفتنا شكرا وموصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والى ان نلتقي في حلقه اخرى ومع موضوع اخر هذه تحياتي والسلام عليكم.